يحتوي ويندوز XP على العديد من الخيارات المتقدمة التي تمكننا من إظهار أو إخفاء بعض العناصر الهامة داخل نظام التشغيل. وللوصول إلى هذه الخيارات، نفتح القائمة المنسدلة Tools ونختار Folder Options، ثم نضغط على لوحة المتغيرات View. وفي الجزء Advanced Settings يظهر العديد من الخيارات، ففي الجزء Files and Folders نرى الاختيار Display File Size Information in Folder Tips فعال في الوضع الافتراضي، ويعمل هذا الاختيار على إظهار حجم المجلد بما يحتويه من ملفات داخل المربع Screen Tip الذي يظهر عند المرور بمؤشر الماوس على المجلد. وبتشغيل الاختيار Display the contents of the system folders يتم السماح لنا برؤية المجلدات التي تحتوي على الملفات الخاصة بنظام التشغيل. والاختيار Display the full path in the address bar يتيح لنا رؤية اسم ومسار المجلد الحالي بالكامل داخل الشريط address bar. وبإلغاء هذا الاختيار والضغط على المفتاح Apply يتم إظهار اسم المجلد الحالي فقط بدون مساره. أما الاختيار Display the full path in the title bar فيعمل على إظهار اسم ومسار المجلد الحالي داخل شريط العنوان. وفي الجزء Hidden Files and Folders يظهر لنا خياران. الخيار الأول هو Don't show hidden files and folders، ويعمل هذا الخيار على عدم إظهار الملفات التي قمنا بتحديدها كملفات مخفية داخل النافذة. وبتشغيل الاختيار Show Hidden Files and Folders يتم إظهار جميع الملفات والمجلدات المخفية. ولرؤية تأثير هذان الخياران، نقوم بإخفاء أحد الملفات من هذه النافذة، وذلك بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على الملف واختيار Properties من القائمة المختصرة، ونشغل الاختيار Hidden من الجزء Attributes، ثم نضغط OK. فنلاحظ أن الرمز الخاص بالملف يظهر بلون باهت عن الرموز الأخرى، وهذا يعني أنه قد تم تعيين هذا الملف كملف مخفي Hidden File، ولكن ما زال هذا الملف يظهر داخل النافذة. ولكي لا تظهر الملفات المخفية داخل النافذة، نقوم باختيار Don't show hidden files and folders من هذا الجزء، ثم نضغط على المفتاح Apply، فنلاحظ عدم ظهور الملف الذي قمنا بإخفائه. ولإظهار الملفات المخفية مرة أخرى، نختار Show hidden files and folders، ثم نضغط Apply، فتظهر الملفات المخفية باللون الباهت. ونرى الاختيار Hide extension for known file types فعال في الوضع الافتراضي، ويعمل هذا الاختيار على إخفاء امتدادات الملفات التي قام نظام التشغيل بالتعرف عليها. وبإلغاء هذا الاختيار والضغط على المفتاح Apply، نلاحظ أنه تم إظهار امتدادات جميع الملفات داخل النافذة. أما الاختيار Hide protected operating system files فيعمل على إخفاء ملفات النظام الضرورية لتحميل نظام التشغيل، ويتم إخفاء هذه الملفات لأن أي حذف أو تعديل يتم إجراؤه على هذه الملفات يتسبب في جعل نظام التشغيل يعمل بصورة غير صحيحة. ويعمل هذا الاختيار على إخفاء هذه الملفات حتى إذا تم تشغيل الاختياران Display the contents of system folders والاختيار Show hidden files and folders. وعند محاولة إلغاء هذا الاختيار تظهر رسالة تحذيرية تفيد بأن ملفات النظام ضرورية لتشغيل الويندوز، وأن إلغاء أو تعديل أي ملف من هذه الملفات قد يؤدي إلى عدم عمل نظام التشغيل بصورة صحيحة، فنضغط نو لعدم إلغاء هذا الاختيار. أما الاختيار Remember each folder's view settings فيعمل على الاحتفاظ بطريقة العرض الخاصة بكل مجلد، وفي حالة إلغاء هذا الاختيار فإنه بمجرد إغلاق نافذة المجلد يتم استرداد طريقة العرض الافتراضية للمجلد. وبتشغيل الاختيار Restore previous folder windows at logon فإنه عند عمل log off ثم عمل log on مرة أخرى يتم الاحتفاظ بجميع النوافذ التي كانت مفتوحة أثناء تشغيل الأمر log off كما هي. أما الاختيار Show control panel in my computer فيعمل على إظهار الرمز الخاص بلوحة التحكم control panel في النافذة my computer، فبفتح my computer داخل هذه النافذة نلاحظ عدم وجود الرمز الخاص بالكنترول بانل داخل الجزء Details. وبتشغيل هذا الاختيار والضغط على المفتاح Apply
يظهر الجزء Other داخل النافذة الخاصة بماي كمبيوتر، ويظهر الرمز الخاص بلوحة التحكم Control Panel داخل هذا الجزء. أما الاختيار Show Pop-up Description for Folder and Desktop Items فيعمل على إظهار وصف للمجلدات أو الرموز الموجودة على الديسكتوب داخل المربع Screen Tab. ويمكننا استعادة الخيارات الافتراضية لهذا الجزء بالضغط على المفتاح Restore Defaults ولإغلاق المربع الحواري وتطبيق الإعدادات التي قمنا بإجرائها نضغط على المفتاح OK.